الأمين العام يعني الموقف من هذه الدعوة على الجانب السياسي منه. ويعني من المفيد جدا أيضا يعني نستعرض في هذه الندوة التي تحمل عنوان لماذا تحاكم معد أهم مرتكزات دعوة وزير العدل ضد جمعية وعد. المرتكزات الأساسية اللي قامت عليها الدعوة باعتبار أن هذه المرتكزات مخالفات أتت بها الجمعية وكانت كفيلة بالنسبة لهم بأن تقدم وعد للمحاكم بطلب حلها وشطبها من المعادلة السياسية في البلد. أول ما تطرقت له يعني لائحة الدعوة الخاصة بوزارة العدل هو مقدمة جاء فيها بأن يعني وعد خرجت عن المسار السياسي السليم أو السلمي باستمرار العنف وذلك من خلال مجموعة من الممارسات والمخرجات المخالفة للقانون. ويأتي بعد ذلك بسرد هذه المخالفات. فجاء في أول يعني بند من تلك المخالفات هو بلغت مناهضتها للقانون مبلغا غير مسبوق حين أقدمت علنا على إطلاق وصف الشهداء على جنات حكم عليهم بعد محاكم عادلة أسفرت عن حكم باتم بالإعدام، وأيضا إطلاق وصف الشهداء على قتلة مدانين وفارين ومطلوبين أيضا بالعدالة. وترى يعني وزارة العدل في هذا الوصف بأن وصف الإرهابي بالشهيد قد يقع في مكان الرضا من بعض النفوس فيفكرون في محاكاة الجاني. يعني هاي التفسير اللي جاءت به وزارة العدل ضمن اللائحة. أيضا أنه إسقاط مباشر على القضاء ونزاهته وعدالته إذ أنه وصف الجاني المقضي في حقه حكما باتا بالإعدام الشهيد إنما هو تعريضا لحكم القضاء ونعت غير مباشر له بعدم العدالة. وتستمر يعني في سرد أيضا المخالفات وتأتي أن في إطار استراتيجية الجمعية الرامية لزعزعة الثقة بالقضاء البحريني والتحريض على الإرهاب لن تنفك في جل اجتماعاتها من تأييد جمعية سياسية منحلة بحكم قضائي أدانها بالتحريض على ممارسة العنف وطعن في شرعية الدستور وأيضا تأييد أمينها العام السابق والمدان في قضايا بينها الترويج وتحفيز تغيير النظام السياسي. وهنا المقصود هو يعني البيانات التي أصدرتها الجمعية تضامنا مع جمعية الوفاق أثناء المحاكمة بطلب الحل وأيضا وقف النشاط وأيضا البيانات أيضا التي أيضا أصدرتها تضامنا مع أمين عام الوفاق. وينتقل أيضا يعني ننتقل في لائحة الدعوة إلى القول بأن تواصل الانتهاكات المدعى عليها والمقصود وعد لأحكام القضاء وعدم الانقياد لأحكام القانون قامت بضم عضو للجمعية وللجنتها المركزية ليكون أحد قياديها بعد أن أدين بجرائم الترويج لقلب نظام الحكم وإهانة المملكة. والمقصود هنا هو إبراهيم شريف. وتقول في ذلك بأن مخالفة قانون الجمعيات السياسية التي تشترط في العضو أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية وأيضا على ضوء ذلك رفضت مقررات المؤتمر العام للجمعية الثامن الذي عقد في 4/11/2016. تنتقل مرة أخرى في سرد
يعني ماهية المخالفات التي تدعي أن الجمعية قامت بها هي الطعن في شرعية الدستور والتحريض على عالم احترامه. وهنا يعني تقول اللائحة: التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزاتها، والمقصود هنا الجمعية، فنجدها في بيان تضامني مع جمعيات أخرى تعلن رفضها لدستور 2002. ولبيان ذلك أيضا توضح وتفصل في ذلك بأن رفض دستور 2002 واعتباره ساقطا وأنه دستور غير شرعي طبخ في الخفاء وفي قفلة من المواطنين. اثنين، الدستور زور إرادة الشعب، وأيضا جاء خلافا للتعهدات الذي وضعت في الميثاق. وأيضا الدستور جعل السلطة التشريعية للسلطة التشريعية دورا ثانوي تابع للحكم. يعني هاي بشكل تفصيلي ما هي يعني المخالفات. وأيضا آخر المخالفات بأن جمعية وعد دابت على ترديد عبارة الأزمة السياسية الدستورية في بياناتها، وبالتالي هذه أيضا محل كان يعني لمخالفة تعتبرها وزارة العدل جديرة بأن تجر وعد للمحاكم بطلب حلها. يعني الخلاصة من مجموع هذه المرتكزات بأن المخالفات التي يعني جاءت أو سيقت في مواجهة وعد هي إطلاق وصف الشهداء على المدانين، إطلاق وصف الشهداء على سجناء فارين، تأييد جمعية سياسية منحلة بحكم قضائي، تأييد الأمين العام بجمعية الوفاق والمدان في قضايا الترويج وتحبيد تغيير النظام السياسي، ضم عضو للجمعية ولجنتها المركزية ليكون أحد قياديها، الطعن في شرعية الدستور، ترديد عبارة الأزمة السياسية الدستورية. هذه الملخص لما ساقته وزارة العدل في لائحة الدعوة في مواجهة وعد. في الحقيقة كانت أول جلسة للحضور للمحاكمة هي في تاريخ 20/3، وتشكلت قبل ذلك هيئة الدفاع مكونة من محامي الجمعية، وأيضا زملاء المحامين دابوا بأن يكونوا حاضرين في محافل المحاكم لإسناد دفاع وعد. وبالتالي كان حضورنا في 20/3، طلبنا من المحكمة التأجيل لتقديم وكالة للمحامين وأيضا للرد على لائحة الدعوة، وأجلت الدعوة إلى 17/4 الماضي. وأيضا حضرنا وقدمنا مذكرة بالدفاع تم تفنيد فيها ما جاء في لائحة الدعوة من يعني ادعاءات. ومرة أخرى أجلت الدعوة ليتقدم طرفي الدعوة وهم يعني الجمعية ممثلة في هيئة الدفاع، وأيضا وزارة العدل ممثلة في جهاز الدولة أو الدائرة التشريعية جهاز القضايا في الدولة. في الحقيقة يعني أنا ما بقرأ المذكرة وإنما بمر على أهم يعني الدفوع التي تقدمنا بها في مواجهة لائحة دعوة وزارة العدل، وأبدأ بالدفع الأصلي وهو الدفع بعدم دستورية المادة 23 من القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية. وهذه المادة هي التي تعطي الحق لوزير العدل بأن يتقدم بدعوى الحل. وأيضا من المفيد بأن نقرأ النص، وهو يعني يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت
مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون، والمقصود هو قانون الجمعية السياسية أو أي قانون آخر من قوانينها. فهذا النص الذي ارتكزت عليه وزارة العدل لتقديم الدعوة في مواجهة وعد والدفع بعدم دستورية ممكن إبداءه في أي مرحلة من مرحلة التقاضي أمام المحكمة ذاتها. وبالتالي احنا تقدمنا الطعن بعدم دستورية المادة 23 باعتبار أنها هي مخالفة لأسس الحرية وأيضا حرية التعبير التي جاءت نصا في الدستور، وبالتالي خالفت المواد 23 والمادة 27 والمادة 31 من الدستور. المادة 23 من الدستور تنص على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. فبالتالي هذه النص الدستوري اللي اعتبرنا احنا نص المادة 23 من قانون الجمعيات مخالف له، هنا أعطى الحرية يعني في إبداء الرأي والنشر بالقول والتعبير والكتابة وغيرهم، بالعكس أكد على أن هناك كفالة لحرية الرأي ضمن النص الدستوري، وبالتالي تضييق هذا الحق لا يجوز ضمن قانون أدنى درجة من الدستور. المادة 27 أيضا من الدستور تقول حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها. أيضا اعتبرنا نص 23 أو المادة 23 من قانون الجمعيات مخالفة للنص الدستوري في المادة 27 التي عطت الحرية في تكوين الجمعيات ضمن أسس وطنية والأهداف مشروعة. وكما تعرفون بأن جمعية العمل الوطني الديمقراطي تأسست منذ 16 عام، أيضا انضمت إلى يعني وعدلت أوضاعها وفقا للقانون في 2005، وتم تصديق على نظامها الأساسي الذي أباح هذه الحرية والتأكيد عليها ضمن النظام الأساسي.
التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها، ضمان الدستور ضمان الدستور لها بما يحول بين السلطة وفرض وصايتها على العقل العام. لا يجوز تغيير حرية التعبير سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشر الآراء أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي توخى قمعها الحرب الرقابة الشعبية فرض من حرية التعبير. وبالتالي يعطيك مساحة بأن الرقابة الشعبية على أداء العام للحكومات أو الأنظمة باعتبار هي أساسا وليدة لهذا الشعب، والنص الدستوري واضح بأن الشعب هو مصدر السلطات جميعا، وبالتالي لا يمكن للوكيل أن يخالف إرادة الموكل، وبالتالي تدعى القيود أمامه. أيضا في حكم آخر وجاءت في يعني موسوعة مراد بأحكام المحكمة الدستورية للرياض من مستشار عبد الفتاح مراد، يقول لا يجوز تغيير حرية التعبير بإغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو عن طريق العقوبة التي توخى أمها. ويأتي أيضا مرة أخرى حول موضوع يعني توصيف الأحزاب، يقول الأحزاب السياسية جماعات منظمة تعمل بالوسائل الديمقراطية للحصول على ثقة الناخبين بقصد المشاركة في مسؤوليات الحكم لتحقيق برامجها التي تستهدف الإسهام في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد. وبالتالي وضع الأحزاب سواء كانت أحزاب أو جمعيات سياسية لا تختلف في عملها وإدائها، لأن في أكبر الدول الديمقراطية مثلا في فرنسا يسمون بعض الأحزاب بالجمعيات خاصة في بداية قناة تأسيسها. فهذا يعطي توصيف بأن يعطي الأحزاب الحق بأن تكون في مستوى الحكومات، وأن هي أيضا تمارس بشكل أو بآخر الحكم كحكومات يعني ظل. هذه يمكن أهم يعني ما استخدمناه من أحكام تعرض طبعا الاتفاق اللي بدأناه بعدم الدستورية لنص المادة 23. أرجع للنص نفسه، تكلم عن أن حق وزير العدل بإقامة الدولة فيما لو خالفت الجمعية مخالفة جسيمة، ونقف عن الجسامة يعني كتعبير هو صحيح أنه ينفع لتغيير القضاء، وإنما إحنا ممكن نسقط على ما يعني جاء من قراءات من وزارة العدل. على سبيل المثال، ما هي الجسامة في حال قيامك بالتضامن مع جمعية تأسست بشكل قانوني ورسمي ومعترف بها وكان ضمن إطار القانون كانت تحاكم وأنت يعني تضامن مع هذه الجمعية التي يعني تشترك معها في بعض المحددات وكانت هي أساسا أحد يعني أعضاء أو جسم للقيادة الحوار بكثير من المراحل. فالسؤال أين الجسامة في تضامن مع الجميع؟ أين الجسامة في أيضا التضامن مع حد مع أحد القيادات السياسية اللي شهد الحرب على مدى أكثر من 6 سنوات تواجده في الساحة، وأيضا باعتراف الحكومة بأن جلست معه تتحاور وتتفاوض وبالتالي لا يوجد أي جسامة في مثل هذا الفعل. أي الجسامة في تأكيد موضوع أن هناك أزمة سياسية دستورية في البلد، وجلالة الملك هو من وقع 23/11/2011 على تقرير يعني البروفيسور بسيوني لما حدد أن هناك في بلد
الجمهورية وكان أيضاً من قياديها وكان في رأس السلطة التشريعية في هذا التنظيم وهي اللجنة المركزية. وبالتالي البحث عن موضوع الجسامة احنا نعتقد بأنه يعني فاقد لمضمونه في ظل وجود مثل هذه يعني الادعاءات التي لا تحمل في مضمونها أي جسامة لمخالفة سواء كان للدستور أو بقانون الجمعية أو أي قانون آخر موجود في البلد. نأتي بعد ذلك يعني لتكميل كل ادعاء على حيلة وأيضا بشكل تفصيلي، وأيضا مرة أخرى نستند إلى يعني بعض الأحكام التي يعني صدرت من المحكمة الإدارية العليا في مصر في بعض الفرعون. فعلى سبيل المثال في مسألة تكميل موضوع الجسامة ارتكبنا لأحد الأحكام الذي قال بأن حال الجمعية ارتكانا لارتكابها مخالفة جسيمة للقانون أو مخالفتها للنظام العام والآداب لا يبنى على الظن أو التخمين، وإنما يتعين أن يستند إلى الصدق واليقين، بمعنى بأن يجب أن يكون هناك دليل مادي واضح على اتيان هذه الجمعية بمخالفة جسيمة. وهذه بصراحة أحد الأحكام الجميلة التي تكلم والقليلة التي تكلم عن موضوع الجسامة في تبرير التهم أو الادعاءات الموجهة من وزارة العدل. أنا حقيقة يعني بتوقف عند هذه الحد من الاستعراض للدفاع، وإذا كان يعني زميلي أيضا في هيئة الدفاع عنده أي مداخلة حول هذا الموضوع ممكن أن يتبناها. أما صحيح بصراحة يعني في نهاية يعني قول أن صحيح بصدد قضية المحاكم، وإنما أنا أعتقد على مدى 16 عام وعد تحمل أكبر من القضية الموجودة حاليا، هي تحمل قضية وطن، وبالتالي إحنا أمام هذه القضية ممكن نسير لأي مدى ممكن تغول هذه الدعوة. وشكرا.